نبدأ ونقول زي ما احنا متعودين على طول، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. النهاردة حرف الآي، هنكمل دروسنا في مع حرف الآي. حرف الآي هو حرف من الحروف المتحركة زي ما احنا خدنا، أوكي؟ وقلنا إن الكسرة الحقيقية اللي موجودة في اللغة الإنجليزية هي حرف الآي وليس حرف الإي. فإحنا هنشوف دلوقتي حرف الآي. تعال معايا نشوف إيه مشكلة حرف الآي. حرف الآي زي ما احنا قلنا كسرة، فأنا لو أنا كتبت دلوقتي كده S I T فأنا هقول على الكلمة ديت ست، ست، أوكي؟ وبالتالي أنا عندي حرف الآي هو الكسرة الحقيقية، غير لما هكتب الكلمة دي S E T فهقول على الكلمة ديت سات، لكن هنا ست، لكن هنا ست، اوكي؟ اوكي سهل، مفهوش حاجة. تعال نطبق اللي احنا خدناه ونشوف هنقرأ ازاي. زي ما احنا تعودنا انا هقول وراك، اوكي؟ يلا، ها، ات، ان، و و و ويت، ما تنساشي ف ف thin thin، اوكي، hit، sit، lip، wig، did، fig، big، sk sk sk. هناخد القطر بعد كده ان شاء الله باذن الله، الساكن مع الساكن، بس ده له حلقه تانية ان شاء الله باذن الله. الساكن مع الساكن هنقطع وهعلمكم القطر ان شاء الله باذن الله. ها، سك سك سكن، اوكي، فت، تن، كد، لت، هم، his، twin. الحالة الثانية لحرف الاي، انا عندي مشكلة مع حرف الاي. حرف الاي لما بيجي في الكلمة خصوصا مع حروف الاي او اليو او الاي بيخلي الحروف الثلاثة دول ينطقوا بصوت باسمهم، باسمه يعني باسم الايه، باسم الحرف. طب نشوف دلوقتي لو انا كتبت الكلمة دي كده S I T، اوكي، انا هقول عليها ست، اوكي. طب لو انا كتبت كده نفس الكلمة وحطيت في اخر هذه الكلمة حرف الاي، اوكي، هذه الاي غير منطوقة، يعني انا ما بقراهاش، ما بقولش سيتي، اوكي، يعني حرف الاي في النهايه هو طبعا بنسبه 99% لا تنطق، يعني حرف الاي اذا جاء في اخر الكلمه بنسبه 99% لا ينطق، اوكي. طيب، طب بيعمل ايه مستر رضا حرف الاي ده؟ حرف الاي ده بيحول لي حرف الاي ده من الكسره هنا، اوكي، الى اسمه، فهنا الحرف ده اسمه اي، فعشان كده هينطق في هذه الكلمة اي، اوكي، فبقول صا 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 اه اه ها صا اه اه اه، يبقى هقول على الكلمة دي اسمها ساي ساي ساي. كمان كلمة كي اي تي اي، ها، فبقول عليها ها، ادي اي وادي الاي، فالاي بتحول الاي الى اسمه، فاسمه اي، فينطق اي مش هينطق كسره بقى، اوكي، فاقول على الكلمه دي اسمها ايه، ها، كا كا كا، كايت كايت كايت، اوكي، ار اي دي اي، ها، را را را. خلاص اتعلمنا يا مستر رضا حرف الاي بيحول الاي الى ها اسمه، اسمه، فهو اسمه اي، فهنطق الكلمه را 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 را، اه 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 اه
ما هو اسمه اي، فعشان كده اقول عليها را 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 رايد رايد رايد. اوكي طيب، ايه رايك تعال نطبق مجموعه من الكلمات. تعال معايا، حرف الاي، حرف الاي اذا جاء ومعه حرف الاي بيحول حرف الاي الى اسمه، فبقول ها نا نا ناين ناين. اوكي ها لا 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 لايك لايك. اوكي هاو ار يو، فا فا فاين فاين فاين. اوكي ها يركب، را را رايد رايد. اوكي مايل مايل مايل. ها با با بايك بايك بايك. اوكي ها طائره، ها ورقيه، ها كا كا كايت كايت. ها سا سايت سايت سايت. ها ما ماين ماين ماين. ها 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 هايد هايد هايد. ها و واين واين واين. ها ضا ضايف ضايف ضايف. الحالة الثالثة لحرف الاي، معظم الجي والاتش لما بيجوا مع بعض ومعاهم حرف التي، الجي والاتش ده هيصبحوا سايلن، هيصبحوا ايه سايلن، يعني مش هنقراهم مش هننطقهم. اوكي طيب يا مستر رضا، لو انا جاي قبلهم حرف الاي، لو جاي قبلهم حرف الايه، حرف الاي، اوكي هتبص تلاقي حرف الاي ده عايز يوصل لحرف التي ده، فبين اقراه بقى بصوته برضك نفس الحكايه، او احنا لما نيجي نقربها للاولاد كده لحبيبنا الصغيرين نقول عليها عامل زي الكوبري، يعني هو طالع كده بالكوبري رايح لحرف التي، فاقول عليه اي اي اي. اوكي فلو انا حطيت الكلمه دي كده هتصبح الكلمه ها صا صا صايت صايت. اوكي ال اي جي اتش تي، ها هقول عليها ها لا لا لايت لايت. اوكي ار اي جي اتش تي، ها هقول عليها ها را را رايت 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 رايت. ام اي جي اتش تي، ها هقول عليها ما 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 مايت مايت مايت. اوكي ام اي جي اتش تي، ها هقول عليها ما ما مايت مايت مايت. كده تكون حلقتنا النهارده انتهت. لو عجب الفيديو لو سمحت اعمل لنا سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد، عشان عندنا الجديد كل مره ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كان معكم رضا الدنديني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.